الطريق هذه فيها 10 متر. على بركة الله الدخلة هي هذه كلها مسيجة، كذلك تمنا كلها مسيجة وكلها بالسبري. تبارك الله فيها جميع الأنواع ديال الأشجار المثمرة وكلها مجهزة بقوتا قوت. كاين الضرا، كاين المشماش، كاين الكرم، كاين الرمان، الزيتون، التوت، البرقوق، الرمان كذلك. والدخلة الإخوانية هادي حتى للمنزل، كاين الدار وكاين واحد الكارسونير مثلا العساس ولا شي حاجة اللي بغا يدير العساس. كما كتشوفوا كلها مجهزة بقوتا قوت. وبالنسبة للوثائق الإخوان كلها تيتر فونسي محفظة. راه داير شوية الكرعة، شوية الفكوس، زارع ما بين الشجر. وجدت في واحد البلاصة مزوزة تبارك الله، ماشي حفرة ولا هبطة، غنمشيو للفوق غادي يبان لكم، تبان لكم الرؤية تبارك الله. البلاصة هادي فيها النعناع، تبارك الله المشماش، كاينة الغلة. اللهم بارك. والتربة تبارك الله زوينة، اللهم بارك زوينة، مكينش كاين الحس الحجر، مكينش حجرة، الحجرة والو مكيناش، نقية تبارك الله مزيان. بالنسبه للبير راه كاين، البير راه كاين تما ليه. وبالنسبه للماء ديال الماء والضو ديال الدوله كلهم داخلين. دار اير بلس دو هادي تبارك الله مبنيه لحقه وطريقه. شوف كتجيكم الاخوان دابا الرؤيه هنا، ملي نطلعو للتراس تبارك الله الرؤية جميلة. هذا واحد التراس اللي قدام باب تبارك الله، اللهم بارك. السكوان حداك، السكوان حداك الإخوان. الشانطي كما قلت لكم هو هذاك 30 متر، هانتوما في الفيرما. الجهة اليمنية على الجهة ديال الدار، هادي الجهة اللور ديال الدار. بالنسبة هادي جلسة زوينة، الإنسان اللي بغا يدير لابيسين ديالو تما. هذا واحد الفران ديال الحولي، شوية الحولي الكفتة وكذا كلشي إلى آخره تبارك الله. والسور كله داير السور الجهة الوراء ديال الفيرما، كاينة الكارسونير هادي اللي قلت لكم ديال العساس اللي بغا يستغلها. وهادي اللور ديال الدار،
كويزيني هذه. هذا الباب اللوراني، الباب القدامي الاخوان غير الساروت ما حليناش، دابا نوريها لكم ان شاء الله. على بركة الله نوريكم الدخلة. هذا هو الباب ديال الدخلة ديال الدار، هو هذا هو هذا. علي مكين صالون كما كتشوفوا، تبارك الله مصلوحة لحقو طريقة. هذا واحد السيجور، وهذا الله يسر الإخوان كاين حمام، حمام طواليط. علي من اللي من شومبر، كاين حمام ثاني، كاين الاخوان الشومبر الثاني بيت، كلهم سراج الالومنيوم وكلهم الكتريك ضو، الريدو كيطلع الضو. طلعوا الصح. كاين حمام في التراس الفوقاني، كاين شومبر ثالث حيت راه باني واحد النص ديال التراس ديال السطح، باني النص ديالو. والسطح هو هذا الاخوان تبارك الله. تبارك الله، واحد الرؤية اللهم بارك. الناس راه كتعني السكوى حداك ماشي حداك. نذكركم الإخوان المساحة اللي فيها 3 خدامة ونص، 6500 كلها مجهزة بالماء والكهرباء والبير. كما قلت لكم 30 متر على الشانطي. بالنسبة للثمن الإخوان 84 مليون، 84 مليون. اللي بغى يشوفها التليفون ديالي تلقاوه في الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.